السلام عليكم. اليوم رانا في ملعب الدويرة والاشغال على حسب ما يظهر ما تقدمتش كثير، حيث ان نشاهد العمليه تاع وضع نظام تصريف المياه مازال ما اكتملتش عكس ما قلناه من قبل، وكذلك عمليه وضع العازل المائي فوق مدرجات مازال ما انتهتش. اذا هذه هي الوضعيه الحاليه تاع ملعب دويره، ان شاء الله يكون فيها تسريع في الاشغال في الايام القليله القادمه، والسلام عليكم.